السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا شباب بقى هنبدأ محاضرة جديدة في كورس كهرباء السيارات، والمحاضرة النهاردة بقى اللي هي المحاضرة رقم 6 بعنوان ليه إحنا بنحط أصلا ده بالتوازي ديود بس في اتجاه بقى إيه توصيل عكسي. يعني عندي أصلا أي ريلي، في خاصة بكام على الريلي اللي هو النوع الدي سي اللي بيشتغل على تيار مستمر اللي هو الدي سي ريلي. انا طبعا شيء طبيعي ما يكون عندي، ما قلنا بقى قبل كده ان الدي سي ريلي عباره عن جزئين، الملف والكونتاكت. ليه انا بقى بوصل دايما مع الملف نفسه بالتوازي ديود بس اتجاه معكوس؟ يعني ايه معكوس؟ احنا طبعا عارفين يا شباب ان الديود هو عباره عن في النهايه ايه بقى، وصله ثنائيه بي والان اللي هي الموجب والسالب، البوزيتيف والنيجاتيف. فانا عشان اخلي طبعا اتجاه التيار يعدي في الديود اللي هي الديود بيعتبر بيشتغل كمفتاح في حالتين، في حاله التوصيل ليه بس الامامي ان البوزيتيف هياخد ايه طرف الموجب من السورس من البطاريه، والطرف الان اللي هو النيجاتيف الجنكشن نيجاتيف او الوسطه الثانيه اللي هي السالبه بتاخد النيجاتيف بتاع مين، بتاعه المصدر. وبالتالي لو عندي هنا بقى في هنا حمل هنا وليكن ده لا مثلا لمبه وكده الدايه وصلتها اهوت، وخدت طبعا ديت على المفتاح عادي، فطبعا كده ايه اللمبه عندي هتشتغل طبيعي كده. لكن انت بقى لو كنا عكسنا بقى يا شباب الاطراف ديت، خليت هنا ايه بقى ايه الموجب وهنا السالب، ده الموجب اهو على الان النيجاتيف بتاعت الوصله، وادي النيجاتيف على البوزيتيف. كده بنسمي في الحاله دي بقى ان الديود هي بتوصل توصيل عكسي، وبالتالي طبعا ايه مفيش تيار كرنت هيعدي، وبالتالي اللي يبقى عندي هنا الحمل إيه مش هيضاء ولا هيشتغل ولا يبقى اكتف. وده اللي بقى اللي انا مقصود بيه هنا ايه بقى، انا ليه بقى دايما أنا هنوصل ديود عكسي يعني بالمنظر ده بقى، يبقى الان بتاعته هتاخد البوزيتيف والبوزيتيف هتاخد نيجاتيف الطرف السالب، تمام يا شباب؟ وفي نفس الوقت ده بتوصل ايه توازي، وبتوصل التوازي قلنا مع مين بقى، مع الدي سي ريلي. طيب تعال نبص بقى ايه اللي هيحصل بقى بعد كده ان شاء الله بقى. تعال هنا ايه نبص على الشكل. طبعا احنا في المحاضره اللي فاتت بقى كام خمسه كنا احنا شرحنا دايت المارش، انا بس هركز بقى على الجزء اللي احنا قلنا عليه دايت من شويه. ادي يا شباب اهوت مين ده الستارت ريلي اهوت اللي بعمل عليه كلاود اهو، وادي الكويل اهوت ده الملف بتاعنا اهو، وانتوا شايفين اهو بالشكل يا شباب اهوت اللي هو ايه طرفين الملف اهوت ال 85 و 86 بتوصل معاه اهوت يبقى إيه بالتوازي او شنط دايود اهو. والدايود طبعا نقول ده ايه في وضع بقى ايه ريفرس باس اتجاه ايه في توصيل عكسي. ليه؟ لانه قلنا طبعا ده اللي هيجي من المفتاح بتاع الاجنيشن سويتش ادي البوزيتيف اهو داخل فين؟ هنا اعتبر بقى ده الكاسوت اللي هو الان ده السي الطرف ده الكاسوت، وده الطرف ده مين بقى الانود. وده طبعا الحاجات دي بقى ايه عارفين احنا من ايام الدراسه الثانويه في الفيزياء او كده يعني، تمام؟ يبقى عندي هو الانود وكاسود، فالانود هو الطرف الكبير ده والكاسود هو الطرف الصغير ده لو عند راس المثلث، وده قاعدة المثلث لو احنا قلنا بقى الرمز بتاعه اهو عبارة عن مثلث اهو، دي القاعدة. يبقى ده مين؟ البي ده الانود، وادي راس المثلث ده مين بقى النيجاتيف اللي هتبقى عندي مين الكاثود، تمام؟ طيب تعالوا بقى نبص بقى ايه اللي هيحصل بقى، ناخد بقى كده نكبر دي بقى شوية كده بقى ونشتغل عليه بقى ونشوف موضوع التوصيل ازاي والتوازي ازاي بتاعته. ادي يا شباب انا كبرتكم بقى عملتلكم زي زوم اهو على الموضوع اهو. ادي هنا الكوي اهوت ملف، وادي الدايود اهوت، قلنا طبعا الطرف النيجاتيف هو الكاثود، وادي الطرف البوزيتيف هو الانود، وقلنا طبعا ده بقى دي الجنكشن مين بقى اللي هي الان الان جنكشن، ودي بقى ايه البوزيتيف جنكشن. طب ادي بوست بقى بتاع اللي هيجي من السورس من البطاريه،
وادي قلنا بقى ايه، ادي كده يعتبر وادي ايه متوصل ايه توازي مع مين الملف ده القوي، هو قلنا عليه وادي توازي، يعني خدنا بقى البداية مع بداية ونهاية مع نهاية. وقلنا طبعا ده توصيل بقى يا شباب بقى ده الديود اهو، وقلنا طبعا توصيل مين يا شباب، تعال نجيبهم تاني بقى، ده توصيل ايه بقى عكسي، بدأ ايه توصيل عكسي، ده كله مين بقى شهادة ده معلم عليه ده بقى، ده ايه قلنا بقى الدي سي ريلي اهو، ده الدي سي ريلي طبعا ده ابسط حاجة بقى اللي هو اربعة طرف تمام اهو الملف وكونتاكت واحد نورمال اوبن اللي هو قلنا عليه بقى ايه 30 و87. تعال نبص يا شباب بقى ازاي هنوصله بقى في الدايرة بقى اهو. انا هنا كنت واخد هنا كمثال عندي ده الدي سي هو موتور اهو، ده المارش بتاعنا اهو، وادي الستارتر ريلي اهو، ده الستارتر ريلي، ادي الكويو اهو، ده الكويو ده الملف، وادي الكونتاكت بتاعنا اللي هو ايه بقى دوت 30، وادي مين الخارج التاني الطرف التاني راح على الحمل على اللود ده 87، وطبعا دول طرفين الملف اللي هو كان بقى 85 يا شباب و86. وادي الدايود بقى متوصل ايه قلنا بقى ايه عكسي، ها في وضع بقى ريفرس بايس، ريفرس بايس. طب تعالى بقى في اللحظه دي بقى عشان ايه، ليه بقى احنا بنوصل بقى، وده هدف المحاضره بتاعت النهارده، ليه انا بحط بقى ايه بوصل الديود دوت عكسي وبالتوازي او شنط مع ملف مين الريلي. احنا طبعا معروف بقى من الدراسه السابقه بتاعتنا بقى ان اي ملف في الدنيا في الدراسه بتاعت الفيزياء في ثانويه عامه، اي ملف يا شباب يمشي في تيار هينشأ عنده يا شباب ايه مجال مغناطيسي تمام، مجال ايه يا شباب ايه مغناطيسي، ماجنتيك فلكس اللي هو قلنا بقى بيتقاس بواحده اسمها الويبر، اختصار لوحده قياس اسمها الويبر. وبالتالي كده الملف بقى من خصائص الملف بقى بيخزن الطاقة الكهربية فيه في صورة مجال يا شباب ايه مغناطيسي. يعني عاوز تقول بقى اول لما اعمل بقى سويتش اون اوصل المفتاح للريلي، الريلي هتمغنط وبالتالي الكونتاكت ده يقفل، واصبح كده يبقى فيه هنا يبقى ايه ستورد انرجي في صورة ماجنتيك فيلد، في صورة مجال مغناطيسي موجود في الملف. أول لما أعمل بقى سويتش أوف هيحصل عندي يا شباب حاجة اسمها إيه بقى وميض أو فلاشر أو سبارك، فالنتيجة مين بقى إن الملف هنا لما أفصل عنه كهرباء هبتدي بقى إيه هو عنده كده طاقة مخزنة، طاقة في صورة إيه مجال مغناطيسي هيحاول يفرغها. طب هو لو جه بقى يفرغ الشحنة دي بقى بتاعته بقى المجال المغناطيسي دوت، طبعا لو قبله أي حاجة بقى زي السويتش او زي اي تاني حاجه تانية موجوده في الدرجه يحصل طبعا دامج وايه وفي نفس الوقت بقى ايه يبقى اصبح كده عمل بيرن او حرق الحاجه اللي موجوده عندنا وليكن السويتش او الكونتاكت بتاع الريلي. فنعمل احنا ايه بقى، نحط ايه بقى ايه طبعا الكونتاكت طبعا بتاع الريلي طبعا ده بيبقى ايه بقى زي ما احنا عارفين يا شباب في الحاله العمليه عباره عن طبعا ايه جزء بلاتين على الموفين والفيكسد، ده بلاتين اهو هيتحمل بقى ايه الحراره العاليه ساعه التوصيل ده، فعشان ده برضه ايه ما يحصلش له بقى انصهار ودمج، لا فيروح لفين بقى يفرغ الطاقه دي بقى يا شباب بقى ايه في موضوع مين اللي ايه الديود. وبالتالي احنا بنحط عكس ليه بقى عشان في النهايه لما يجي بقى ايه الملف هنفصل عنه كهرباء عن طريق اعمل سويتش اوف هنا، هلاقي ايه الكرنت بقى اللي كان ماشي في الملف هروح فين بقى، هيخش فين هنا ها هيخش طبيعي بقى كان اصبح دوت اتجاه الطبيعي بتاعه من هو اهو، يبقى ده الموجة بخش نوت بس جاته منين بقى، مع ان انا فصلت المفتاح خلاص بقى هيجي لي ستورد انرجي طاقة مخزنة من الملف هتمشي في اتجاه دوت. وبالتالي بقى انا عشان تشوف الحاجة ديت انا عملتها عن طريق الليد، جبت هنا ليد في الحل اللحظة ديت عشان تشوف لحظة هي فتح المفتاح الليد معاك هنا لحظيا كده انستنتينيوسلي هيحصل ايه، هيحصل وميض هيحصل فلاشة تمام يا شباب، وهنبص على ايه بقى
في السيموليشن. تعالوا نتكلم عنها بقى بالتفصيل ان شاء الله ونشوفها. تعالوا كده بقى نشوف الدايره بتاعتنا بقى اهي. انا شباب انا استعوضت بس من الايه بقى، من الدايود جبت من الليد اهو. طبعا الليد بقى عندي فيه بقى انواع الاحمر والاصفر، ده ايه بقى الداتا شيت اللي هو 35 ايه، ده اللي إيه الريد تمام. وادي نفس الموتور برضه بتاع الدي سي بقى. تعالوا نشوفها يا شباب هي على السيموليشن ان شاء الله. نجيب السيموليشن يا شباب. تعالوا بقى نسمي الله كده بسم الله. طبعا هنا انا بقى ظبط هنا ايه التايم شويه، وادي المفتاح وضع مقفول اهوت. هتلاحظ ان ايه بعد كده كام ثانيه اللي ليها لقط، وبالتالي الموتور هيشتغل اهو. شايفين يا شباب معانا ادي ها الموتور ده اهو. طبعا لو ما كانش الخط دوت ولا ما شاء الله دوت باين معاكم لان ده الجرين ده اهو، ده الموتور شغال. يبقى كده ايه الموتور الستارتر خلاص اشتغل. تعالى بقى نبص كده ايه لحظه بقى لما اعمل سويتش اوف هنا بقى اهو على المفتاح هنا بقى. بص هنا بقى اللي ايه الليد هنا هيحصل عليه فلاشر وميض. تمام ما حصلش تاني. طيب نظبط الحكايه تاني بسم الله. ماشي نخلي ديت على اساس نظبطها. ماشي بسم الله اهو. برضه هنا ايه بعد زمن شويه هيشتغل الموتور الدي سي موتور اهو اشتغل. تعالى بقى نعمل سويتش اوف بسم الله اهو. شفت هنا اللحظه دي يا شباب بقى حصل فلاش ايه وميض على مين، على الليد نفسها هنا. نستنى برضو كده ايه ثواني كده لحد ما يا شباب برضو ايه الموتور ايه يبدأ برضو في الدوران معانا تاني. ده كله بس طبعا ده انا بظبط التايم بس عشان تشوف الفلاش، لان طبعا انا لو الزمن عندي قليل جدا انت لحظيا مش هتشوف الفلاش اللي بيحصل دوت الاوفر فلاش ده اللي هو الوميض ده السبارك ده اللي هو اللي بقى اللي بياخده بقى الصدمه دي من بقى الديود. انا حاطط هنا ليد بس عشان اشوف لحظه بقى ما افصل بقى. بص معايا شباب تاني. طيب نعمل تاني. نعد تاني برضو كده ثواني كده ونشوف هنا تاني. تمام الموتور اشتغل كده الموتور دار. المفروض بقى لما اجي اعمل سويتش اوف بقى هيحصل وميض اهي. تمام حصل تاني شباب اهو. فلازم نشوفها تاني كده ونجربها تاني ان شاء الله. نبدأ كده برضو من ايه المرة التالتة برضه بعد ثواني. دي طبعا دي سي موتور كده هيلقط بناء على الريلي، وفي نفس الوقت ايه بقى اهو كده بدأ ايه الموتور يشتغل. دي جديد الكونتاكت بتاعنا قفل اهو. تمام تعالوا بقى ايه نعمل اخر مره بقى ونشوف هنا. ركز على الوميض لحظه ايه بقى اضاءه مين بقى الليد نفسها بسم الله. تمام ما حصلتش تاني. طيب نرجع نشغل تاني. تاني برضه هنا بقى ايه برضه هياخد زمن كده وليكن حوالي 5 ثواني. تمام اشتغل اهو المفروض بقى اهو. ماشي يا شباب حصل ايه بقى ايه فلاش اوفر على خلى كده ايه حصل وميض لمين الليد. وكده يا شباب بقى يكون وصلنا لنهاية الفيديو. وده بقى كان ايه ليه احنا دايما بنحط بقى ايه الديود شانت ايه بقى ايه مع الملف بتاعت اي ريلي، بس يكون ريلي شغال دي سي طبعا ده ايه عشان ده بطارية دي سي. وكده يا شباب يكون انتهينا ليه من هذا الفيديو. ودمتم يا شباب في رعاية الله وأمنه. وما تنسوش بقى ايه من الشير والإعجاب والاشتراك بالقناة، ولو في أي كومنت تحت أمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.